السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن شابتر 5. شابتر 5 بيحتوي على حاجة اسمها الـ Qualitative Research Methods. طيب، قبل ما ندخل في الـ Qualitative Research Methods، هنفتكر مع بعض المرحلة الـ Research بروسيجر اللي احنا خدناها قبل كده اللي اسمها Data Collection. الـ Data Collection اتفقنا ان هي بتتم يا اما بالـ Quantitative Research Method اللي احنا خدناها في Chapter 4 اللي هو Chapter Survey، تمام، وعرفنا ازاي بنعمل السيرفي وازاي بنصمم الأسئلة وازاي بنكولكت داتا عن طريق سيرفي وازاي بنختار نوع السؤال نفسه بحيث ان هو يكون سيرفي كويشن صحيح، تمام. تاني نوع من الداتا كولكشن تكنيكس اللي هو اللابوراتوري ميثود. لابوراتوري ريسيرش ميثود يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي محتاجه اطبق او اشتغل في معمل علشان اطلع نتيجه معينه، وابدا النتيجة دي هي الديتا الكوليكتد بتاعتي وابدأ أحللها وأطلع بياناتي. جميل. أو لو إحنا بما إن إحنا في مجال الاي تي، وليكن مثلاً أنا عملت ديتا ست أو جمعت ديتا ست أو عندي ديتا ست هشتغل عليها، أجربها على ألجوريثم معين أو تكنيك معين، تمام، أو هايبريد ألجوريثم معين، وابدأ أطلع بيانات وابدأ أحلل البيانات الناتجة وأشوف إذا كانت فعلاً الألجوريثم ده أو التكنيك ده إفكتيف ولا لأ، وأكيوريت ولا لأ، وهكذا. دي اسمها اللابوراتوري ريسيرش ميثودز. طيب، تالت مجموعة من التكنيكس علشان أعرف أعمل ديتا كوليكشن، تكنيك اسمه Qualitative Research Methods، تمام؟ دي مجموعة من التكنيكس مش تكنيك واحد، تمام؟ Qualitative Research Methods. الـ Qualitative Research Methods دي يا شباب بيندرج تحتها مجموعة تانية من التكنيكس. الفور تكنيكس دول هما الـ Field Observations, Focus Groups, Intensive Interviews, Case Studies. قبل ما نتكلم عن التكنيكس دي بالتفصيل، عايزين نعرف مع بعض الفروقات أو إيه هي الـ 6 major differences between quantitative and qualitative research techniques. أول فرق ما بين الـ Quantitative Research Methods and الـ Qualitative Research Methods الـ Researcher نفسه الـ Rule of the Researcher. في الـ Quantitative بيبقى ملوش دور جوه عملية جمع البيانات نفسها. أنا خلاص أعددت الأسئلة أو عملت السيرفي بتاعي، ممكن أوكل حد بعملية جمع البيانات نفسها. لكن في الـ Qualitative Research الدور بتاع Researcher is integral part of the data، جزء لا يتجزأ من عملية جمع البيانات. طب في الـ Design، لو أنا بعمل Design للـ Methods أو للـ Methodology اللي أنا همشي عليها، في الـ Quantitative Research Technique اللي احنا خدنا مثال أو أقوى مثال ليها اللي هي Survey Analysis أو Survey Data Collection Technique، ده بيتعمل قبل ما بروح أجمع البيانات، تمام، ببقى مجهزاه. لكن في الـ Qualitative ممكن أعدل
الميثودولوجي بتاعتي أثناء عملية جمع البيانات نفسها. طيب مثال على كده، مثلا أنا بجرب دواء على مجموعة من المرضى، حصل رياكشن معين لمريض عندي، لكيس ستادي عندي، تمام، ما كانش متوقع. في الحالة دي هضطر أعدل الجرعة، أعدل عدد المرات تعاطي الدواء، أسحب الدواء خالص من المريض ده وأشيله من الكيس ستادي بتاعتي، تمام، بناء على أي تغييرات بتحدث تباعا جوه عملية الجمع البيانات نفسها، بعدل الميثودولوجي بتاعتي. يبقى في الكوانتيتيف بجهز قبل العملية، لكن في الكواليتيف during ممكن أعدل during the data collection process. ثالث فرق ما بين الاثنين هو الأفراد. الأفراد يعني إيه؟ يعني السامبل اللي أنا هشتغل عليها، تمام؟ The two methods have different views of the individual. في الكوانتيتيف بشوف الانديفيديوال او السامبل اللي عندي ان هو مجرد رقم من مجموعة ارقام، يا هيضيف لي او لا في حاجة معينة، او هقول في الاخر هيبقى التوتال بتاعي مثلا 23 قالوا 72 قالوا لا، وهكذا. يبقى في الحالة دي بتبقى عبارة عن رقم، ما بيهمنيش هو عمره كام، ما بيهمنيش هو تفاصيله ايه، تمام. لكن في الكواليتيتيف بيكون كل حاجه على السامبل بتاعتي، سواء هيومن او انيمال او بلانت او اي حاجه ككائن حي، كل التفاصيل بتاعته. لو هيومن مثلا تاريخه الماضي، عمره قد ايه، نوعه قد ايه، لو فيميل مثلا ممكن الفيميل دي بريجننت ولا لا، وهكذا. كل تفاصيل الهيومن اللي قدامي لازم اكون واخداها في الاعتبار، لكن في الكوانتيتيف ده مش بيهمني. بالمناسبه انا ممكن ادمج كوانتيتيف مع الكواليتيتيف. انا بقول لو انا استخدمت ده بيور او ده بيور اللي بيحصل، تمام. رابع فرق ما بينهم الميجرمنت انسترومنت. الميجرمنت انسترومنت زي السيرفي نفسه، السيرفي نفسه اللي انا بوزعه في حاله الكوانتيتيف ريسيرش، في الحاله دي بيبقى apart from the researcher، بعيد عن الريسيرشر، مش لازم انا اكون موجود مع الميجرمنت انسترومنت. لكن في الكواليتيتيف احنا قلنا ايه؟ no other individual could fill in، ماشي، مفيش حد هيقدر يقوم مكاني حتى لو انا موكله حد يساعدني، تمام، زي مثلا في الجروب ادمنستريشن مثلا كواحد مثلا يدير الجلسه او كده، بس لازم اكون مراقبه اللي بيحصل بنفسي، تمام. طيب الخامس حاجه في الثيوري بيلدينج. ثيوري بيلدينج في حاله الكوانتيتيف اريا، الريسيرشر از يوز تو تيست ثيوري. بكون عامله الثيوري بتاعتي ومجرد بستخدم الكوانتيتيف تكنيكس عشان اتاكد من مدى مصداقيه الثيوري دي. لكن في الكواليتيتيف بيبقى الثيوري بعد بتبقى data driven. data driven يعني ايه؟ ثيوري بطلعها بعد عمليه جمع البيانات، وبتبقى مش في الحاله دي ما بسمهاش ثيوري، بسميها ان هي explanation لسيتويشن او individual او كيس معين، تمام. زي ما هنشوف في نمبر 6، ال quantitative researchers aim to generate general laws، ماشي، قوانين عامه. في ال quantitative researcher بيطلع قوانين بشكل عام، لكن في ال qualitative انا بفصل القانون ده او الحاجه او الاستنتاج اللي انا مطلعاه على السيتويشن اللي عندي. يعني مثلا الدواء ده انا جربته على واحد ما عندوش امراض قبل كده،
السن بتاعه مثلا في رينج سن معين من 35 ل 45 وهكذا، مثلا جندر ميل. طب انا لو جربته على حد عنده الضغط ممكن يعمل كونفليكت مع الدواء اللي هو بياخده اساسا للمرض ده، فبالتالي انا هغير اللو او الحاجه او الاستنتاج اللي عندي اللي انا مطلعاه بناء على حاله كل شخص. تمام، جميل قوي. هنيجي بقى للتكنيكس، الديتا كولكشن تكنيكس اللي انا بستخدمها. اول تكنيك معانا النهارده اللي هو الفيلد اوبزرفيشن. يعني ايه فيلد اوبزرفيشن؟ يعني ان انا بلاحظ وبدون ملاحظات عن فيلد معين. تمام، it is more concerned with description، بدون ملاحظات، بدون وصف. تمام، and explanation، شرح، then it is with measurement and quantification. تمام، ما يهمنيش اعداد، يهمني وصف سلوك، وصف رياكشن، وصف بما ان احنا في مجال الاي تي مثلا، الطفل معين لما استخدم الاب ده لمدة كذا حصل له كذا، وليكن هو هيومن كمبيوتر انتر اكشن مثلا في الفيلد ده. تمام، ببدأ ادون وصف، ماشي، اوصف. I'll classify along two major dimensions. اول حاجة الريسيرشال participates in the behavior under observation. تمام، هل انا كريسيرشال بتحكم او مدى تحكمي في اداء السامبل اللي هم الانديفيديوالز under observation. وتاني حاجة مدى اخفاء عملية المراقبة. يعني انا لو قلت لناس معينة انتوا متراقبين او ان احنا هنسجل سلوككم، هل هيتصرفوا بطبيعية؟ لا طبعا. يبقى the degree to which the observation is concealed، دي مهمة جدا في عملية field observation. يعني أنا مخفية عملية المراقبة، ممكن أعرفهم، ممكن أعرفهم أو أخد confirmation إنهم هيتراقبوا بس هم ما يعرفوش إمتى. تمام؟ the information gathered may be more valid if subjects are unaware. يعني في حالة field observation ممكن أو غالبا بتكون valid أكتر، validity، الvalidity بتاعها بيعلى لو انا السبجكتس بتاعتي مش عارفين عن عملية الobservation دي حاجة. طيب ليها مميزات وليها عيوب زي اي تكنيك. المميزات ممكن تكون مناسبة لعمليات كتير، منها مثلا عمليات او مراقبة مشاكل الاعلام الماس ميديا. تمام، ممكن تكون مش غالية، ممكن بتقيس ناتشرال سيتنجز. تمام، بطبيعتها هي بتقيس ناتشرال سيتنجز، لكن من العيوب بتاعتها ان ممكن ما اقدرش اعممها، ماشي، ما اقدرش اعمل external validity ليها. التحيز bias may unavoidability or avoidably favor specific preconceptions of results. تمام، ممكن التحيز ممكن يأثر على النتائج. reactivity، لو أنا ما عملتش عملية conciliation للـ observation أو عملية إخفاء، تمام، لعملية الobservation للfield observation، فبالتالي بيظهر لي مشكلة اسمها reactivity. تمام، طيب علشان أعمل عملية الfield observation بمر بست مراحل. أول خطوة إن حضرتك هتختار المكان اللي حضرتك هتعمل فيه الfield observation، وبعدين بتروح للمكان how public، وبعدين بتعمل gaining access how public the setting is،
الكاميرات هتتحط فين، هتعمل ايه، the wellings of the subject، نوع الناس اللي انت هتتعامل معاهم هناك. وبعدين السامبلينج، هتبدأ تحدد الانديفيديوالز بالظبط او الجروبس اللي انت هتعمل لها observation، وبعدين هتبدأ تجمع البيانات فعليا، تاخد البيانات بعد كده تحللها. بس لازم تكون كل حاجة متسجلة، لان احنا قلنا بنهتم بالتوصيف. سادس خطوة الاكزيتنج. هو حتى الاكزيتنج تعتبر خطوة في الفيلد اوبزرفيشن؟ ايوه، ليه تعتبر خطوة؟ هنفترض مثلا ان حضرتك قعدت مع ناس، شفتوا انتوا برامج ناشونال جيوغرافيك وكده، اللي هم بيقعدوا مع شعوب مثلا او قبائل بالشهور عشان يعرفوا عاداتهم وتقاليدهم وبيعملوا ايه وبيطبخوا ازاي وبياكلوا ايه وبيشربوا ازاي، ولو حصل كذا بيعملوا ايه، ولو حصل كذا بيعملوا ايه، والمشاكل بتاعتهم. طيب دول مش عاشوا مع ناس؟ طيب لما هم يبعدوا عن الناس دي فجأة من غير تمهيد، مش ده ممكن يأثر نفسيا عليهم، على الناس اللي انت كنت بتعمل لهم فيلد اوبزرفيشن؟ يبقى في الحاله دي حضرتك لازم تمهد لخروجك من المكان اللي حضرتك كنت فيه، وخاصه لو انت انتجرال بارت اوف ذا ريسيرش اوف ذا كولكتنج داتا بروسيس. تمام، لو انت جزء لا يتجزأ او جزء جوه الموضوع نفسه، مش مجرد ان انت حضرتك مركب كاميرات وبتقيس. تمام، لو انت جزء وعشرة الناس دي، لازم ما يحصلش اي لا سايكولوجيكال ولا ايموشنال ولا فيزيكال انجري تو ذوز بينج ستادد. تاني تكنيك معانا اللي هو الفوكس جروب. فوكس جروب ده بتبقى مجموعات بعمل عليها يعني اختبار معين، او بوجه ليهم اسئله معينه، بس مش زي السيرفي. انا بكون مجهز الاسئله دي اوريدي، بس ممكن اعدلها اثناء عمليه الفوكس جروب. طيب انا الفوكس جروب دول بيبقوا جروب قاعدين قدامي، بسالهم فيس تو فيس عن حاجه معينه، وليكن تكنيك معين او برودكت معين او اب معين او طريقه معينه استخدموها علشان يحلوا كذا، اي اسئله في اي اتجاه وفي اي مجال ممكن استخدمها كفوكس جروب. بس بدل كل واحد لوحده، او بدل ما انا بجمع بيانات من اشخاص عن طريق سيرفي، لا، انا ببقى عارف مين اللي قدامي كويس جدا، ببقى عارف الجروب ده متنقي كويس جدا، وبيبقى في حدود 6 ل 12، وبيبقى فيه واحد اسمه جروب ادمنستريتور، اللي هو او المودريتور، اللي هو بيدير جلسة الحوار. ليها مميزات وليها عيوب. ايوه، ليها مميزات وليها عيوب زي اي تكنيك. اول ميزة، بيسمح ان انا اجمع معلومات كتير جدا في وقت قصير عن حاجة معينة، سريع. تمام، لأن مدة الجلسة نفسها ممكن ما تزيدش عن ساعة. The cost of focus is reasonable، يعني معقول. The flexibility، أنا ممكن أغير الديزاين بتاع الأسئلة أثناء جلسة الحوار نفسها بناء على الناس اللي قاعدين أو أكشنات بتاعتهم. More complete، more complete يعني ايه؟ and less inhibited، يعني متكامل. تمام، متكامل، بس مش بيدخل في التفاصيل زي ال individual interviews او التكنيك اللي احنا هناخده بعد كده. تمام، بيبقى عام شوي، متكامل بس عام. طيب في سلبيات. السلبيات ان ممكن انا جروب ليدر او المودريتور بتاع الجلسه ممكن بسببه يحصل بايز، او بسببه ما يقدرش يدير الجلسه كويس، فما بياخدش كل المعلومات اللي مطلوب اخدها. تمام،
غالبا الجروبس دي بتبقى فولنتيرز، بالتالي الفولنتيرز دول ممكن ما يكونوش انترستد قوي في، يعني حتى لو هو قال انا انترستد في كذا في البرودكت ده مثلا، او استخدمت البرودكت ده، ممكن ما يكونش ريال، الكلام بتاعه مش ريال. Depend heavily on the skills of the moderator who must know when to probe for further information. لازم يبقى فيه مهارات تابعة للمودريتور، يعرف امتى يوقف وامتى يطلب معلومات زيادة ما تكونش متجهز لها. احنا قلنا ان الديزاين ممكن اغيره في اي وقت اثناء عملية الريسيرش. طيب basic steps in focus group، اول حاجة بحدد المشكلة، تاني حاجة بسلكت السامبل بتاعي، تالت حاجة determine the number of groups necessary، وبعدين prepare the study mechanics، بجهز الميكانيكس بتاعتي او الميثودولوجي بتاعتي، بعدين prepare the focus group material، يعني انا بجهز الماتيريالز اللي ممكن استخدمها او ممكن احتاجها اثناء عملية الفوكس جروب، وبعدين اقيم الجلسة بتاعتي، بعملها conduct the session، وبحلل النتائج او الديتا اللي انا حصلت عليها، و prepare a summary report of it. طيب الانتنسيف انترفيو، الانتنسيف انترفيو دي تالت تكنيك معانا في الـ Qualitative Research Methods. الفرق ما بين الـ Intensive Interview والـ Personal Interview إن generally use smaller samples، بستخدم سامبل قليلة بس، بيبقى كل المعلومات، يعني أنا بالعامية كده أنا باخد السامبل ده وبعصره، بعصر وبطلع منه كل شيء، تمام؟ allow for lengthy observation of respondents، بقيس أو بلاحظ كل تصرفاتهم، تمام؟ بشكل مفصل، وباخد منه confirmation بكده بالمناسبة، وبتكون مدفوعة، بتكون مدفوعة، معظم التكنيكس دي بتكون مدفوعة يا جماعة، بدفع لهم فلوس على الشيء وباخد منهم confirmation written علشان أقدر أعمل الريسيرش بتاعي. Are usually very long، بيبقى طويل جدا ولازم هو يستحمل، تمام. Are customized to individual respondents can be influenced by the interview climate، نخلي بالنا إن هي بتأثر بالجو العام، فلازم أوفر جو مناسب إن أنا آخد البيانات دي بالشكل اللي أنا عايزاه. Payments are usually higher، طبعا ادفع كتير هتلاقي معلومات كتير من اللي قدامك، ودي حقيقة، يعني هي دي حاجة legal على فكرة، انت بتدفع له مقابل ان هو هيقول لك على معلومات، انت بتشتري معلومات من اللي قدامك، تمام. انا بتكلم عن research technique legal، تمام. ليها مميزات وليها عيوب زي اي تكنيك. من مميزاتها ان هو بيديني details كبيرة جدا، more accurate responses on sensitive issues، ممكن اخد معلومات كتير جدا عن sensitive issues، لكن من الكونز بتاعتها الgeneralizability، ان انا ممكن ما اقدرش اعمم المعلومات اللي انا خدتها من السامبل اللي قدامي على كل حد ليه نفس المواصفات، تمام، او مختلف في المواصفات، ممكن يقابلني مشكلة في الجنراليزابيليتي، لان هي بيدخل فيها عامل نفسي، مفيش واحد حتى لو ليه نفس المواصفات هيكون ليه نفس النفسية او ليه نفس السايكولوجي، تمام. usually non-standardized، غالبا مش standard، ممكن يميل فيها عامل التحيز، ممكن أتحيز أنا كمودريتور للجلسة الانتنسيف انترفيو للي قدامي شوية، فبالتالي التحليل هيكون برضو فيه بايز.
الانتنسيف انترفيو بريزنت بروبلمز ان داتا اناليسيس. في حاله الداتا اناليسيس ممكن يواجهني مشكله في التحليل، لان هي بتبقى انتنسيف، هي من اسمها بتبقى انتنسيف، وممكن يحصل في كونفليكت في الكلام في لحظه ما انا وانا قاعده ما اخدش بالي منه، بس وانا بحلل البيانات اكتشف ان في كونفليكت معين حصل. رابع تكنيك معانا الكيس ستاديز. كيس ستاديز اتعرفت باسم empirical inquiry that uses multiple sources of evidence to investigate a phenomena within its real life context. يعني ايه؟ ان انا بعمل تطبيق عملي على حالة معينة، تمام، علشان اوصل لنتائج معينة من التطبيق بتاعي ده. وليكن مثلا انا بجرب دواء زي ما انا قلت في اول المحاضرة، بجرب دواء على كيس معينة، كيس دي عارفة سنها، عارفة تاريخ الماضي، عارفة بتاخد ادوية ايه، عارفة بتتعب من ايه، ما بتتعبش من ايه، عندها حساسية من ايه، تمام، كيس معينة خلاص، علشان اقيس ظاهرة معينة. Most used in medical studies زي ما احنا قلنا. Case studies characteristics focus on particular situation. تاني حاجة ال final result بتاعتي بتبقى detailed description للحالة دي. ال case study helps people to understand what's being studied. ماشي، بتهتم بتوصيف التشخيص، مثلا توصيف تفاعل المريض مع الدواء أثناء عملية إعطاء الدواء ليه، تمام، دي الكيس ستادز بتهتم بكده بالإضافة للنتائج التجربة نفسها. Most case studies depend on inductive reasoning. طيب جميل جدا، ليها مميزات وعيوب زي أي تكنيك تاني. من مميزات الكيس ستادز provide details, wealth of information، قيمة المعلومات اللي احنا بنحصل عليها، find clues and ideas، يعني باخد أفكار، بيفتح لي، بيديني مفاتيح جديدة وأدلة جديدة لحاجات تانية. The case studies technique can suggest why something has occurred، ممكن بيقترح طرق أو بيقترح تفسير ليه التكنيك ده وصلنا للنتيجة دي. من العيوب بتاعته ان هو برضو مشكلة في الجنراليزيشن، مشكلة lack of scientific accuracy بسبب برضو ان هي متشخص على حالة معينة، وtime consuming جدا لان انت لازم تاخد، وليكن مثلا ان احنا قلنا ان هو بيستخدم في المجال الطبي، لازم تاخد بيانات المريض على فترة طويلة، ممكن في الفترة القصيرة العلاج ده ما بيجيبش نتيجة، لكن في الفترة الطويلة العلاج ده ممكن يجيب نتيجة، وهكذا. دي الثلاث عيوب بتوع الكيس ستادس. طيب البروسيجر بتاعه ممكن حضراتكم ترجعوا ليه في الكتاب الخاص بالمادة. لو في أي استفسارات ممكن نتناقش فيها إن شاء الله في المحاضرة المناقشة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.